أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأني أخواتي أحبتي في الله، يعني في الأمس صحيفة يهودية تسمى جيروسالم بوست طرحت مقال على صفحاتها تتناول فيه الزيارة المزمع القيام بها للوفد الإماراتي لهذا المكان، يعني هم يقولوا إلى تل أبيب وإحنا بنقول إلى تل الربيع. وهذا المقال إخواني يعني ما كان محور موضوعه أن كاتب المقال يدعو كل من نتنياهو وابن زايد، يعني هو يدعو ابن زايد أن يكون في اللقاء، يعني في هذا الوفد القادم، ويقول يستعيد إن لم يأتي ابن زايد في هذا اللقاء فلا بأس، يعني المسؤول عن هذا الوفد رئيس الوفد يحل محل ابن زايد ويدعو كل من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وابن زايد أو من ينوب عنه في هذا الوفد للقيام بأداء صلاة مشتركة داخل المسجد الأقصى المبارك، صلاة مشتركة. وهو يتكلم إنه الإمارات هي حاضنة الديانات الثلاثة، يعني هي القائمة على شيء يسمى تقارب الأديان، وقامت ببناء ثلاثة بيوت، أحدها مسجد والثاني كنيس والثالث كنيسة، وفي نفس المكان، وسموها يعني شيء أطلقوا عليه الديانة الإبراهيمية، أن هؤلاء الثلاثة هم يتبعون إلى إبراهيم، يعني عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يتبعون لإبراهيم، فكلهم يتبعوا الديانة الإبراهيمية كما يقول في المقام. إخواني دعونا يعني نقرأ أولا صورة من قصار الصور التي نقرأها دائما في القرآن الكريم، واللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا إنه قراءة هذه الصورة أربع مرات يعني تتحصل على ثواب وزن القرآن، كأنك قرأت القرآن كامل. كيف صورة الإخلاص، لاحظوا صورة الإخلاص إذا قرأتها ثلاثة مرات تتحصل على ثواب ختمة للقرآن الكريم، وصورة الكافرون إذا قرأتها أربع مرات تتحصل على ثواب ختمة من القرآن الكريم. فيعني هذا التقارب، شوفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه الصورة وزنها يوزن تقريبا صورة الإخلاص، نسميها صورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللي مسميها واللي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام صفة الرحمن. هذه الصورة صفة الرحمن. وأنا إخواني بالمناسبة يعني هذا حديث صحيح، وفي رد على من لا يقول على أو على من يقولون بأنه لا يوجد صفات لله عز وجل. كل أسماء الله عز وجل، كل اسم هو يحمل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ونكمل إخواني، نقول إنه هذه الصورة يقول فيها سبحانه وتعالى
قل يا أيها الكافرون. قل كيف منقول؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. هون شو منقول؟ قل يا أيها الكافرون. شوف بنفس منهاج قل هو الله أحد، أن تعلن التوحيد لله عز وجل، أن تعلن أن الله سبحانه وتعالى هو كل ما يمكن لك أن تتفكر فيه وأن تتصور وأن تبني ما تريد أن تبنيه. كل هذا يجب أن يكون، وكل أفعالك وتصرفاتك يجب أن تكون موجهة حتى تتوافق مع قل هو الله أحد. فهذه الصورة أيضا تبدأ بإيش؟ قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن هو آخر الكتب السماوية، يعني لا كتاب بعد القرآن الكريم، ما في كتاب سماوي بعد القرآن الكريم. القرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية، لأن هناك إخوان من يحاول أن يجمع نصوص من التوراة والإنجيل والقرآن وبقول لك أنا بدي أسوي كتاب يصلح لإيش؟ لكل الناس، كما تكلمنا عن هذه الديانة التي يريدون صناعتها. الله سبحانه وتعالى يتكلم معنا إحنا أمة سيدنا محمد، علينا أن نخاطب الكافرون، نخاطب هؤلاء الكفار. شو من لهم؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يعني أنت تعبد شيء يستحيل أني أنا أوافقك على صحته، يستحيل، مع أن الله سبحانه وتعالى دعانا أن نخاطب هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة، إلا أنه سيأتي وقت لهؤلاء أنهم يكون بأيديهم أطراف الخيوط ويحاولوا أن يجبروا المسلمين على اتباع هذا الدين اللي هم بدهم يسووه. في هذا الوقت وفي هذه المناسبة علينا أن نكون متحضرين، أن نقول لا أعبد ما تعبد، لا أعبد ما تعبدون. ونحن مع أننا ندعوهم إلى دين الإسلام ونتمنى أنه يدخل في الإسلام كل كافر مهما كان، يعني مهما فعل، مهما صنع، مهما اقترفت يديه، ولكننا نتمنى و يعني نقبل ونرضى أن يقول هذا الشخص لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى نسامحه بكل ما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر كل الذنوب لإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلا أنه سبحانه وتعالى شو بقول لنا إحنا؟ شو بدنا نقول؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني إحنا المسلمين، يعني في هذه اللحظة في هذا المقام، إن هؤلاء يحاولوا أن يدخلوا هذا الأمر على دين الإسلام، سيكون هذا الوقت الذي علينا أن ندرك أن هؤلاء لم يعد فيهم خير، وإنه لما ندعوهم إلى الإسلام شو راح تكون؟ الأبواب مغلقة. ونميز إخواني هنا، نميز ما بين هذا الحزب أو الجماعة أو الرئاسة أو رأس الهرم الذي يقوم بأذية الإسلام والمسلمين، والأفراد. الأفراد ما لهم شيء آخر، إنما نتكلم عن هؤلاء اللي بحط على الطاولة، اللي عمله بحط على الطاولة هذه الأمور حتى يجبر المسلمين عليها. هؤلاء عليك أن تعلم يا مسلم إنه لا رجاء منه، ما في منه رجاء، انتهى أمره. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ماذا سيصلح وماذا سيفيد بعد قول الله عز وجل؟ فنعلم أن هؤلاء لن ينفع معهم لا دعوة ولا أي شيء. لو واحد سألني يعني طيب هل هذا يعني أنا لا أدعوهم؟ يقول لا، عليك كإنسان مسلم أن تحافظ على ثغرتك وأن تبقى تدعو هؤلاء لدين الإسلام بغض النظر مين هو وحاله، وحتى لو كان في يعني دلالة صريحة أو خلينا نقول قوية جدا من القرآن الكريم تقول إنه هذا الإنسان لن يسلم، إلا إنك شو بدك تتمك؟ بدك تتمك تدعو للإسلام، بدك تتمك تدعو للإسلام. عشان هيك إخواني يعني الأصل إنه هؤلاء
وللأسف من أمة سيدنا محمد، بدل ما يجتمعوا ويضعوا إيدهم بإيد هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم يؤكد، يعني مش تفكر إنه الشغلة إنه فيها احتمالات، لا، تأكيد: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم يأتي الأمر بصيغة أخرى: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين، يعني فرق شاسع ما بين ما يعبد هؤلاء وما بين ما يعبد المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا إخواني، الله سبحانه وتعالى لما يقول لكم دينكم ولي دين، نحن نعلم أن هؤلاء ما يقول عنه دين ليس بدين، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن سبحانه وتعالى لا زال يقول لكم دينكم ولي دين. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هؤلاء سيصروا ويؤكدوا أنهم أصحاب الدين، فإن كانوا مصرين هذا الإصرار الكبير العظيم أنهم أصحاب الدين، خليهم يقولوا اللي بدهم إياه. حسابهم عند مين؟ عند الله يوم القيامة. إذا أنت بتقول أنك أنت صاحب الدين، بقول لك لكم دينكم، هذا اللي أنت بتقول عنه دين، وأنا لا أقول عنه دين. اللي أنت بتقول عنه دين خليك عليه، ولكن اتركني أنا لديني ولي دين. لكم دينكم ولي دين. فللأسف إخواني، سنقول إنه هذه الصورة القصيرة تدلنا على أن الأمور يعني تنقلب رأسا على عقب في آخر الزمان. ليه؟ لأنه الأصل إنه في بداية عهد الإسلام، إنه الإسلام يدعو الناس لدين الإسلام ولا يجبرهم على دين الإسلام. أما في آخر الزمان شو بدها تصير؟ بدها تصير الصورة بالعكس، إنه الكفار يدعو مين؟ يدعو المسلمين إلى الكفر، وسيحاولون إجبارهم على إيش؟ على هذا الكفر بشتى الطرق، سواء بالابتزاز أو بالترغيب أو بالترهيب، بكل طريقة ممكنة يريدون سلخهم عن دين الإسلام وإدخالهم في ملة الكفر. فما شهدنا في هذا المقال الذي طرحته صحيفة جيروسالم بوست، والتي تطلب وتدعو كل من نتنياهو وابن زايد بإقامة صلاة مشتركة، شو معناه؟ معناه كأنه هؤلاء يدعو ابن زايد لإيش؟ لدينهم. الأصل في هذا المقام إنه ابن زايد أو الوفد مباشرة بعد ما يسمع هذا الكلام يتحقق من النوايا ويعلم الهدف والغاية من عقد الصلح معه. ما عقد الصلح معك لأنه هو إيش؟ بحبك. لا، لأنه بده يستخدمك درجة يصعد على ظهرك فيها للوصول إلى المسجد الأقصى، ويريد أن يحضرك إلى المسجد الأقصى، وبقول لك أنا بدي أفتح لك الباب عشان تصلي في المسجد الأقصى. ليه؟ عشان يدخل معك في هذا الباب، يدخل معك من هذا الباب. يعني ما فتح لك الباب هيك ببلاش. عشان هيك إخواني منقول يعني على المسلمين المتواجدين في المحيط، محيط الأرض المقدسة، وبالأخص حاليا يعني من تساقطت حكوماتهم في أحضان الشياطين وحزب الشيطان، أن يكونوا واعيين حق الوعي. إياكم أن تتساقطوا، يعني اللي راح نشوفه للأسف، وهذه إذا بتتذكروا كان فيها رؤية قديمة تكلمنا فيها قبل بضعة سنين، وقلنا إنه سنشهد سيارات عليها نمرة الإمارات تجوب شوارع القدس ومحيطها. هذه كانت فيها رؤية، والآن لربما يعني آن أوان تحقق هذه الرؤية، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه دعوة لكل إخوتنا، نقول
انه اي نعم انه زيارة المسجد الأقصى فيها أحاديث نبوية صحيحة تحض على زيارة المسجد الأقصى، وبالأخص حديث ميمونة عندما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: هي أرض المحشر والمنشر، فأتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه بألف صلاة. ثم تسأل ميمونة وتقول: أرأيت يا رسول الله إن لم أتمكن أن أتحمل إليه؟ فقال: تهدي له زيتا يسرج في قناديله. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، بدك تجربي وبدك تحاولي وبدك تعملي جهدك أنك تيجي للمسجد الأقصى. شو قال؟ قال: فتهدي مباشرة، إن راح للبدي، فتهدي له زيتا يسرج في قناديله، فمن فعل ذلك فكأنما صلى فيه. فأنتم الآن أمام هذين الخيارين. الخيار الأولاني يعني تفتح الأبواب لكم على مصراعيها، وهذا سيحدث بعد 22 الشهر، ستفتح الأبواب على مصراعيها لكم، يعني طائرات بخط مباشر ما بين الدوحة وتل أبيب ستسير وستعطى الفيز بشكل يعني لكل من شاء أن يأتي من الإمارات إلى هنا للزيارة. فنقول ستفتح الأبواب إلى بيت المقدس، وسيكون بإمكانك أن تأتي وتصلي في المسجد الأقصى. ولن أسيء الظن، ولن أشك أنك أنت راح تيجي لتل أبيب تقعد على الشط، أو تسكن في الأوتيلات اللي موجودة غاد، أو أنك تروح لأهداف أخرى. لن أسيء الظن، سأفترض أنك إنسان تحب الله وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتريد أن تأتي للصلاة في المسجد الأقصى حبا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أتوه وصلوا فيه. فقل لك: يعني أنا سأحسن هذا الظن، ولكني أقول لك أيضا إن هذا الإتيان الذي تأتي فيه سيكون في ضرر عظيم على المسجد الأقصى، سيكون في ضرر عظيم على المسجد الأقصى، لأنه مجيئك ودخولك سيكون سبب في دخول آخرين الله سبحانه وتعالى لا يريد لهم أن يدخلوا هذا المكان. ولكن هؤلاء سيعتبروا مجيئك ودخولك مرافقة إلهم، وستكون هذه المرافقة بالنسبة لهم مرافقة شرعية، مرافقة شرعية يتعذر فيها أمام الله عز وجل إنه إحنا جينا مرافقين للقيام بمثل هذه الطقوس. ونقول: إخواني، ماذا أنت فاعل إن أنت علم أن هذا هو الحل؟ وربما يعني هلأ ممكن تقول لي: طيب يا شيخ، مهم هيك هيك الدخلين المسجد الأقصى كل يوم بدخل 50 60 70 80 100 مرات، في الأعياد بوصلوا إلى 1000 مستوطن أو مقتحم بدخل المسجد الأقصى وبقوموا في هاي الطقوس، شو أفرقات؟ يقول: طبعا أفرقات، أفرقات كثير. ليه؟ لأنه الدخول اللي هم بيدخلوه رغما عنا، شو بيدخلوه؟ رغما عنا، ما من رافقهم، ما بنسمح لهم، ولكن هم بيدخلوا إيش؟ رغما جبرا، والله سبحانه وتعالى يعذرنا بدخولهم، وهم يؤثموا على هذا الدخول. أما دخولهم مرافقة إليك، أو بسبب دخولك، أو كنتيجة، أو كبند اتفاقي بينك وبينهم إن هم سمحوا لك تدخل، وبالتالي هم بدهم يدخلوا، هذا دخول مختلف. شو أصبح فيه؟ أصبح فيه إنك أنت أقريت هذا الدخول وقبلت بهذا الدخول وأعطيت الضوء الأخضر لهذا الدخول. وهذا ما يحلم فيه هؤلاء، ما يحلم فيه الشيطان وحزب الشيطان، عمالهم بيحلموا فيه تقريبا من 2000 سنة، يحلموا بهذا اليوم الذي يتحصل فيه على إذن لدخول إلى المسجد الأقصى، بإذن. هذا ما يحلموا فيه حتى يصلوا إلى خداع الله عز وجل. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
وما يشعرون. فهم يحلمون بهذا الأمر. وشفنا إخوان للي بيرجع للتاريخ إنه هم أجلوا موضوع المسجد الأقصى إلى آخر المراحل وسموه بكلمتين. شو سموه؟ ستيتوس كو. شو اسمه؟ الوضع الراهن. يعني المسجد الأقصى له وضع راهن ويبقى هذا الوضع الراهن. يعني لما هم سووا كل اتفاقيات السلام سواء اللي كانت مع السلطة ولا مع مصر ولا مع الأردن وأعطوهم وصاية بطريقة ما أو بأخرى وبالأخص الأردن على المسجد الأقصى، هاي الوصاية مش اتفاق، هاي الوصاية شو مسميها؟ وصاية مرحلية. عندهم لفظ اسمها يعني يبقى الوضع الراهن على ما هو عليه، هيك بسموها، أو بسموها الستيتوس كو، يعني الوضع الراهن. يعني وضع المسجد الأقصى وضع راهن، ولكنه يتغير عندما تتغير الظروف. مش في اتفاق انه يبقى وضع المسجد الأقصى مثلا في يد الأردن ولا بيد السلطة ولا بيد مصر ولا بيد السعودية، لا، ما في مثل هذا اتفاق. وضع انه المسجد الأقصى في وضع راهن، يعني وضع مجمد. وضع ايش؟ مجمد. وضع مؤقت مجمد، يعني يجمد الوضع امتى؟ لحد ما تصبح الظروف مناسبة لمين؟ لهؤلاء حتى يغيروا هذا الأمر. وشفنا إخواني يعني في معاملة السلطة، في السلطة ومع أبو عمار ياسر عرفات كان في احتمال أن يتغير الوضع الراهن، وكان في احتمال أنه يعطوا أبو عمار ما يشاء من الضفة ويعطوه اللي بده إياه، اللي بيطلبه أطلبه بعطيك إياه. كان في احتمال مثل هذا بشرط أنه شو يسوي؟ أن يوافق على إعطاء جزء داخل المسجد الأقصى لهؤلاء. هذا اللي كان مطلوب منه. لممكن واحد يقول طب ما هم بيدخلوا على المسجد الأقصى. فنقول كمان مرة بنبهكم، هناك فرق. يعني هم بيدخلوا بخلاف أمر الله عز وجل. يعني إذا دخلوا بخلاف أمر الله عز وجل لن تتحقق نبوءاتهم، يعني ما راح يجيب لهم نتيجة، ما راح يقدروا يستدعوا الأعور الدجال وهم عمالهم بيدخلوا بخلاف أمر الله. عليهم هم عمالهم بيدوروا على كبش فدا يقول لهم موافق إنكم تدخلوا إلى المسجد الأقصى، موافق إني أعطيكم جزء زماني ومكاني داخل المسجد الأقصى. هاي الموافقة هي التي ستضمن لهؤلاء تحقق نبوءاتهم، ولن تتحقق النبوءات إلا بهذه الموافقة. فنقول أبو عمار كان أول إشي هذا الجسر، ولكنه في آخر لحظات حياته اتقى الله، ونقول أمره على الله، يعني هو بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلا أننا نشهد أنه لم يقم بإعطاء هذا الأمر الذي يطمح له هؤلاء داخل المسجد الأقصى. لربما فرط وغيره فرط خارج المسجد الأقصى، إلا أنه هو داخل المسجد الأقصى ما فرط، وقتل مسموم نتيجة رفضه في آخر حياته عندما استحق أن يقوم بأن يمضي على هذه الموافقة. ووضع مكانه الآن عباس. عباس من أول خطاباته للي بلاحظ، يرجع إخواني على أول دخول عباس للسلطة، يعني فيه له خطاب متلفز، يعني محطوط على اليوتيوب وعلى الإنترنت ومنتشر، يعني بقول إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ترك مكة وراح للمدينة، إحنا شو بدنا في القدس؟ شو بدنا فيها؟ هذه الكلمات شو بتعني؟ بتعني إنه هو دخل على موافقة مبدئية إنه في يوم من الأيام شو يسوي؟ يكمل النقص اللي ما فعله ما قام فيه أبو عمار. إلا إنه يعني شاف هذا الصور المنيع من كل اللي حواليه في أمر المسجد الأقصى، فبدأت الأمور تتراجع قليلا قليلا. والآن أبو مازن يحشر فين؟ في الضفة، لأنه هو أيضا لم يقم لغاية الآن
بإعطاء جزء مكاني أو زماني داخل المسجد الأقصى لهؤلاء. فهؤلاء يعني لم يعدموا الحيلة بعد، فنقولهم يبحثوا عن بدائل. البدائل فين عمالها بتيجي؟ يعني يتوجهوا لفين؟ توجهوا للسعودية، إن هم يدخلوا السعودية في الأمر ويقوموا بإعطاء السعودية جزء من الوصاية على المسجد الأقصى، يشركوهم في إدارة الأوقاف للسعودية. إلا إنه الله سبحانه وتعالى بتدابيره دخل ابن سلمان في متاهات، منها خاشقجي ومنها آخرين ومنها العلماء ومنها الأمراء. يعني أصبح ابن سلمان داخل متاهة عظيمة اللي جعلت ترامب وغيره شو يقولوا إنه لغاية الآن ما في إمكانية إنه هو يساعدنا في هذه النقطة. فبدأت الأنظار تتوجه لمين؟ لغيره. لفين راحوا؟ راحوا للبحرين، لعمان، للإمارات، لغيرها، يتوجهوا إلى آخرين. بدهم أي شخص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسؤول وعنده قدرات مالية ومادية وعنده قدرة إعلامية إنه يقول أنا بدي أدخلكم وأعطيكم الضوء الأخضر للدخول إلى هذا المكان. عشان هيك إخوان بقول إنه عليكم يا إخوتنا في الإمارات وغيرها أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. مجيئكم يعتبر موافقة ضمنية، موافقة ضمنية حتى لو لم تكن علنية، موافقة ضمنية لهؤلاء في التقدم والاستيلاء أكثر وأكثر والتوغل في الاستيلاء على المسجد الأقصى. وبنبهكم إنه مع إنه اللي أنتوا شايفينه بتقولوا هذا أمر بسيط جدا والواقع الحالي كبير، بقول لكم الواقع الحالي الكبير لا يعد شيء، لا يعد شيء بتاتا أمام الأمر اللي أنتوا شايفينه بسيط جدا. لأنه في فرق، إنه هذا الأمر الكبير اللي أنتوا شايفينه هو جبرا رغما عن الإسلام والمسلمين، ولن يفلح هؤلاء في أن يفعلوا أي شيء جبرا. ستبقى الحبال كلها والخيوط كلها بتدبير الله سبحانه وتعالى مترابطة ولن تنفك بالجبر. متى تتفكك خيوط المسجد الأقصى؟ إن كان هناك خيار ضوء أخضر رضائي حتى لو ظنيت أنه بسيط جدا من جهة لهؤلاء، هذا الأمر البسيط سيكون هو المسمار الذي يدق في النعش أو آخر المسامير التي تدق في النعش. ومن بعدها يعني كيف بنقول في العامية راح تفرط المسبحة. وننبه إخوان أن هؤلاء يعني نحن نعلم الشيطان وحزبهم ومن والاه، نعلم طرقهم وحيلهم. هو في الابتداء شو بقول لك؟ بقول لك أنا بدي إياك، أنا بحبك، أنا بحتاجك، أنا راح أعطيك قدرات استخباراتية، راح أعطيك معلومات مخابراتية، راح أعطيك قدرات تكنولوجية، راح أعطيك معلومات طبية وعلمية، كل هاي الشغلات راح أزودك فيها وأعطيك إياها لأنه أنا بحبك وبدي إياك تيجي عندي وتكون جاري ويكون في تبادل تجاري وعلمي بيني وبينك. إذا هو إن هو تحصل منك على ما يريد، مباشرة ستصبح الضحية كما باقي الأضاحي، كما باقي الأضحيات. فنقول يعني علينا أن ننتبه وأن نكون حكماء وأن لا نعطي لهؤلاء هذا الأمر، لا نمكنهم منه ولا بأي حال من الأحوال. فنعيد إخواني، أولا على هؤلاء الزمرة الحاكمة وعلى من يصفق لهم من أسفل منهم. يعني لو فرضنا إخوان، لو فرض إنه الزمرة الحاكمة أجى الحاكم وقال أنا بدي أسوي اتفاق مع حاكم، إذا اللي تحتيه ما بقول، أنا مش عمالي بقول لك إنه قوم عليه وثور عليه،
ما بدي أنا أطلب منك أنك تقوم بشيء أكثر من طاقتك، ولكني ما أريد أن أطلب منك أن تجلس مكانك ولا تصفق ولا تسارع في إيش؟ فيما يروج له هؤلاء. يعني إذا قالوا أنه باب الزيارة مفتوح خليك في بيتك في مكانك، وبدك ترضي الله عز وجل وبدك ترضي الرسول عليه الصلاة والسلام، غير هاي الزيارة بإيش؟ بزيت يسرج في قناديل الأقصى، أعطي ثمن هذا الزيت لهؤلاء الذين يرابطون في المسجد الأقصى. ونحن نعلم أنه بمجرد أن ابتدأ الفجر العظيم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي الأرض المباركة، بمجرد أن بدأ الفجر العظيم مباشرة يعني أطلقوا العنان لفيروس كورونا، مباشرة بدأت الحرب مقابل عمارة المساجد حتى إنه يحاربوا ذكر الله سبحانه وتعالى. فنقول إخواني يعني أن تهدي زيت لمن يقوم بعمارة بيت المقدس سيكون هذا هو الرد الأنسب والصحيح الذي يعني ستلقاه ثقيل جدا في ميزانك بإذن الله يوم العرض، يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. نقول إخواني يعني هذا حالنا، وإحنا عمالنا يعني نعد أيام للوصول إلى 22 الشهر حتى نرى ماذا يحدث، إلا إن أملي لا زال إخواني نحن الحمد لله لا نقنط من رحمة الله، ودائما يعني نأمل ونتأمل في إخوتنا المسلمين أحبتنا في كل مكان. إحنا المسلمين يعني حتى لو كنا مستضعفين إلا إنه قلب المستضعف من المسلمين مع قلب باقي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. يعني لا تخرج من حالة الاستضعاف إلى حالة الموالاة وتدعي إنك أنت مضطر، لن يقبل منك سبحانه وتعالى هذا الادعاء. عليك أن تربط نفسك بدينك وأن تحتسب أمرك على الله سبحانه وتعالى، وأن ترفض هذا التطبيع الذي هو موالاة أو صورة من صور الموالاة مع هؤلاء. تذكروا إخواني واقرأوا وأكثروا من قراءة سورة الكافرون حتى يعني تغترس وداخل قلوبنا ونفهم كلماتها بشكل صحيح، لعلنا ننجو من هذه الفتن القادمة علينا بشكل كبير. نكتفي بهذا المقدار، لم يبقى إلا دقائق معدودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا، اللهم انصر أقصانا، اللهم انصر أقصانا، وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. أحسن الله لك. يا رب لا إله إلا الله. على شوي بقدم.